هذا مسجد السيدة سكينة من آل البيت رضي الله عنهم وارضاهم. هذا المسار كله فيه أضرحة. أضرحة وقبور آل البيت رضي الله عنهم وارضاهم. شوف كيف ما شاء الله جميل. طبعا كثير من هذا البيت مدفونين هنا في مصر كثير جدا. الحين كده في الطريق على ريحة السيدة نفيسة. هذا مقام السيدة سكينة بنت مولانا الإمام الحسين. هذا هنا المسار يسموه مسار على البيت. شوفوا كثير أضحى ومساجد على البيت رضي الله عنهم وارضاهم. شارع طويل وبصراحة و... يعني نهتم بالأثار والتاريخ بال... بالحاجات هذه. هذا المسار. يعني أنا إن شاء الله أتجه على مقام السيدة نفيسة. هذا مسجد السيدة رقية. طبعا هذا الشارع فيه كل مقابر آل البيت رضي الله عنهم وارضاهم. هناك السيدة عاتكة. هذاك الجامع. هنا رقية. وقدام شوية نفيسة. هذا مسجد السيدة رقية رضى الله عنها وارضاها من الداخل. طبعا زي انتم شايفين مسجد جميل. ومسجد ده عيد استحوا قريب وترميمه صار بهذا الشكل ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صار جميل ما شاء الله. مسجد السيدة رقية في مصر. من هي السيدة رقية؟ هي السيدة رقية بنت علي بنت أبي طالب أخت الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. المعلومة دي مكتوبة هنا في المسجد ومكتوبة كمان في جوجل ماب اللي حابب يطلع عليها. شوف مقام السيدة رقية بنت علي بنت أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم موجودين في مصر. طبعا المسجد دحين يعني جديد رمم. شوفوا رقية بنت علي بنت أبي طالب وهي أخت زينب. يجي واحد يقول لي إيش اللي خلى على البيت يجي مصر يسيبوا مكة والمدينة؟ السبب الرئيسي هو الحالة السياسية. طبعا على البيت كانوا دائما مطاردين ومراقبين من حكام الدولة الأموية بصفة دائمة تقريبا. وبرضو كمان نفس الشيء حصل معهم في خلال الدولة العباسية. هذا ما خلى منهم كثير يهاجروا من الحجاز ويتوزعوا في بلاد العالم. الكثير منهم جاء مصر، في بعضهم راح المغرب، في بعضهم راح شرق آسيا. المهم يعني في أوساط آسيا. عشان كده هتلاقي في دولة قامت في المغرب، دولة دارسية. هذا البيت هاي سيده. هذا دحين في القاهرة. هذا المسار يسموه مسار دار الهجرة. هو مسمى اسم دار الهجرة. هذا المسار طويل من وسط البلد في القاهرة، في
في مساجد عدة كثيرة وفي أضرحة كثيرة على هذا البيت. شوف هذه السيدة الوقاية في مصر، مسجد السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها. من هي سكينة؟ هي سكينة بنت الحسين بنت علي رضي الله عنهم وارضاهم. طبعا انا الحين في الشارع هذا، هذا فيه مقامات كثيرة لهذا البيت. هذه سيدة سكينة بنت معي مكتوب هنا. طبعا احد يقول لي مو صحيح، انا ما اعرف مكتوب كذا، مقام ستنا سيدة سكينة بنت مولانا الحسين رضي الله عنهم وارضاهم، هذا هو المقام. طبعا هذا الجامع، جامع صراحة كبير جميل. هذا الشارع انا يعني او درب مسار هذا البيت رضي الله عنهم وارضاهم. في كثير من اضرحة هذا البيت رضي الله عنهم وارضاهم في منطقة في وسط القاهرة اسمها منطقة اسمها الخليفة، وفي يعني شارع طويل تمشي فيه وتزور الأضرحة هذه كلها. هذا جامع سيدة عتيقة بنت الحسين رضي الله عنها وارضاها. شوف الجامع ما شاء الله. هو ده اسمه شارع الأشراف، شارع الأشرف أو الأشراف مش عارف. يسموه كمان شارع مسارات أهل البيت. شوفوا مسارات أهل البيت، في هنا كل الأضرحة. السيدة نفيسة، أحمد بن طولون، هذا مسجد السيدة نفيسة. من هي نفيسة؟ هي نفيسة بنت الحسن بنت أمين من سلالة الحسن، طبعا من سلالة المصطفى، من سلالة الحسن يعني ابن علي رضي الله عنهم وارضاهم. جات مصر هنا لنفس السبب اللي حددناه، يعني لقت محبة المصريين لأهل البيت كانت جدا عالية، وفي نفس الوقت هروبا من الاضطهاد السياسي اللي كان بيمارس عليها. جاءت هنا وتعبدت وماتت، وكان زوجها يبغى ياخذها يرد يدفنها تاني في البقيع، لكن المصريين اجتمعوا حوالينها او معنا زوجها معنا صح، وطلبوا انه يدفنها هنا، واعطوا له من يعني من المال من كل حاجه عشان بس يتركوا مدفونة هنا، لكنه رفض. على حسب الروايات يقال انه حلم في الليل الرسول عليه الصلاة والسلام انه رد لهم اموالهم وادفنها هنا، فمدفونة هنا وهي من سلالة اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم. مسجد السيدة النفيسة هنا، مسجد السيدة النفيسة طبعا هنا، هذا هنا مسار يسموه مسار هذا البيت او درب هذا البيت او الاشراف، وفي برضه جوامع كثيره واضحه كثيره لهذا البيت رضي الله عنهم وارضاهم. هذا جامع سيده نفيسه، هذا مسجد سيده نفيسه من الداخل.